والاتمام من اللاعب عبد الله يسو بنجاح يرفع رصيد الجمعية السلاوية 73 نقطة مقابل 57. اللاعب عبد الله يسو 18 نقطة في المباراة. تمريرة أجمل من اللاعب حجيرة إلى باسم الهواري يسجل. باسم أيضا هو باسم الهواري وهو أول مسجل ب 17 نقطة. الآن خروج المغربي الفاسي للرجل لرجل. كانت محاولة تصدي من الكرة بوسط اللاعب باسم الهواري، لكن ودائما على العداد، العين ديالهم على العداد. رمية ثلاثية لكن ضائعة من اللاعب، لأنه شاف بأنها بقات يلصي للثواني. بالفعل وحاول يهجم. ثلاثة دقائق، أربعة دقائق دابا حاليا. عودو أو مباي مطار، مباي مطار يقود الهجمة، يخترق ويسجل. حتى اللاعبين الان اكتساب السله بوسط اللاعب. حركه جميله المدرب ادريس انه سله زائد نقطه، وهذا هما اللي خاصو يتفاداو اللاعبين في هذا الوقت هذا، لان كان يدير خطا وما يسجلش، ولا ما يديرش خطا ويخلي جوج النقط. دابا هذه هجمه اخرى زائده، ولا ما تحكموش في اللم. حتى دابا الان بزاف ديال التعليمات تيمشيو من الخطط ديال الشرط، يمكن يقول لهم بانهم يضيعوا الرميه ولكن يحاولوا ياخذوا هذاك اللم الهجومي باش تعطيهم هجمه اخرى. ولكن بورويس تبارك الله عليه حكم في المقابله، وزكريا محسن يعني عادوا في التركيز، ضعف التركيز اللي كان في الربع الاول. ربما المدرب الهواري يعني تمكن من اعاده اللاعبين الى يعني الى المباراه والدخول بشكل جيد الى المباراه. تمريرات جميله بورويس، ولكن نهايه الهجمه 24 ثانيه ربما ضيعوا سله ولكن ربحوا 24 ثانيه. ما مشاتش الكره بسرعه لانه خاص الوتيره دابا تكون اثقل وتيره بالنسبه للجمعيه السلاويه. نعم اكيد. اذا اللاعب حجيره في محاوله الى الفا تراوري، رميه ثلاثيه ناجحه اذا 64 نقطه مقابل 73، فارق 9 نقط. اذا هل سيتقلص الفريق اكثر ونعيش لحظات اقوى في مقابله جميله اخر اطوار هذه المباراه. زهير بورويس يخترق ويضيع، هنا كان تصرف، لكن الكره تعود لفائده فريق هذه هذه بالفعل كانت هديه من اللاعب. كانت محاوله استعاده الكره، لكن الامتياز كان لفائده لاعبي الجمعيه السلاويه. المصباحي الى بورويس، بورويس زكريا، زكريا يحاول الاختراق يخترق ويرمي بالكره نحو السله الضائعه الى اللاعب حجره، والكره تعود مره اخرى الى لاعبي فريق جمعيه السلاويه. اذا كنا هناك يعني تفاعل وتصفيقات من الجمهور على المجهود البدني الكبير للاعبين، يعني استعاده الكره ثلاث مرات بالفعل. 72 ثانيه، اذا دقيقه واش دابا الان لو ما بدات تصعب. بالفعل والكره تعود هذه المره لفريق فريق المغرب الفاسي. مطار بسرعه يتقدم، يتقدم مطار يحتفظ بالكره، يبحث عن الحلول الى اللاعب باسم الهواري ويسجل. باسم الهواري مجهود كبير واداء جيد في هذه المباراه. اللاعب باسم الهواري 19 نقطه في هذه المباراه. خاص نديروا الاخطاء لان نحن على بعد دقيقه و 39 ثانيه. زهير جوج كوار لا، اذا كره لفائده فريق جمعيه سلا. الفا تراوري الى باسم الهواري، وخطا خطا من اللاعب اللاعب رقم 13 محسن الحسني. اذا الهواري غير راضي وغاضب بالفعل على اللاعبين ديالو حاليا، ويطلب وقتا مستقطعا. اذا وقت مستقطع ل ميت علي الى المدرب ادريس الهواري، ويطلب وقت مستقطع. والنتيجه الحاليه هي 73 نقطه مقابل 66، فالامور يعني مفتوحه على جميع الاحتمالات. الهواري ليس براضي تماما على الكره، لان كانوا ثلاثه ديال الهدايا اللي كانوا عطاه
الان دابا خص يشوف المستقبل، لان دابا على بعد دقيقه و29 ثانيه سبعه ديال النقط في حوزه الجمعيه السنويه، بدات الثقه تترجع للفريق. هنا خصنا نحييو اللاعبين ديال المغرب الفاسي لانهم ما هبطوش ايديهم وبقاو رجعوا المقابله، وخصوصا اللاعب باسيم، وكاين ديك اللاعب الرجولي ولاعب الاحساس بالمسؤوليه ديال اللاعبين اللي رجعوا من 14 نقطه بقى دابا سبعه ديال النقاط. كما قلتي اخ صلاح الدين، المقابله باقا ما انتهتش لان عندنا خمسه الكرات فما فوق. تنظن بان المغرب الفاسي ما عندوش اكثر من 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 اربعه اخطاء اللي ما تخليش يوقف العداد، وهذا كان خصو يجربوا عليه كما تنقولوا في الدقائق الاولى من الربع باش يرجعوا يقدروا يحبسوا العداد. رميه حره ضائعه من اللاعب باسم الهواري، يبقى فارق النقاط سبع نقط. غنشوفوا دابا الحل الدفاعي ديال المغرب الفاسي شنو هو. محاولة ناجحة، إذا 73 مقابل 67، فارق ست نقاط بالنسبة في هذه المباراة على بعد دقيقة 24 ثانية من نهايتها. ست نقاط هي جوج ديال الرمية ديال ثلاث نقاط، هذه هي المقابلة بالفعل. ودائما المغرب الفاسي عنده مجموعة من الحلول في الرمية الثلاثية إن هو تمكن، يعني من كانت نسبة النجاح ديالو مرتفعة، ولكن اللاعبين ديال الجمعية السلة يراجعون على الحفاظ على الكرة. ثلاثة وان على نهاية الهجمة، وكانت محاولة من اللاعب كوناتي، كرة تتحول لفائدة فريق المغرب الفاسي إلى اللاعب مباي مطار. مباي مطار يخترق ويسجل إذا 69 نقطة مقابل 73، والفريق يتقلص إلى أربع نقاط على بعد أقل من دقيقة، يعني 52 ثانية. مازال من أجمل المقابلات أخ صلاح الدين بالفعل. إذا زهير برويس يجب إيقاف العداد من لاعبي فريق المغرب الفاسي. دابا المسؤوليات دابا ديال اللاعبين، شكون هو اللي غادي ياخذ مسؤولية ديال الهجوم؟ ومحاولة خطأ من الخطأ الخامس. نعم خطأ كيف من خطأ الخامس للاعب إبراهيم العلوي، ومازال ما وصلوش، ما عندهمش الحق فاش بالفعل الخطأ الخامس الذي يقصي من إسمام المباراة. هاد السلة إلا سجلاتها الجمعية السنوية غادي يكون عندها واحد السبب كبير في الفوز. إلا المغرب الفاسي خاد هذه الكرة هذه. اللاعب إبراهيم العلوي يحيي جميع اللاعبين قبل العودة إلى أرضية أو إلى دكة الاحتياط، واللاعب أسامة رجب يستعد لتعويضه. هنا على بعد 36 ثانية، يعني الأمور كلها ممكنة في كرة السلة، في 36 ثانية يمكن أن النتيجة تقلب. السله هذه يبقى الامر موقوف على رده فعل اللاعبين لاعبي فريق المغرب الفاسي. الان دابا وصلت المغرب الفاسي للخطا الرابع الخامس، اذا يمكن لهم يوقفوا العداد، يمكن لهم يوقفوا العداد الان بالفعل. ما يعني ما كاينش اشرف إذا محاولة فائدة فريق جمعية المغرب الفاسي. محاولة إلى ألفا، و محاولة ثلاثية ضائعة من اللاعب باس مباي مطار، ونهاية الوقت، نهاية المباراة. كانت محاولة من ثلاثية من اللاعب مباي مطار لكنها ضائعة، وتنتهي المباراة بفوز فريق الجمعية الرياضية السنوية بحسب 73 نقطة مقابل 69. نهاية في بروح رياضية عالية، روح رياضية جيدة بين اللاعبين. تحية اللاعبين حسن العلوي. إذا ما هو تعليقك على هذه المباراة؟ تعليق بأن احتفظت بتشويقها إلى نهاية المباراة. تنظر بأن